Welcome to the 2006 King Faisal International Prize. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صاحب السمو الملكي وجه السعد صادق الوعد ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز أصحاب السمو الأمراء أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة حضرات الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية أيها الجمع المثقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرحبا بكم في ساحة علم ومنبر صدق وساعة وفاء يكرم فيها من أعمل عقله وبذل جهده وسخر عمره لخدمة الإنسانية وها أنتم اليوم ومضة زمان وقمة مكان وكلمة بيان في زمن حارت في فهمه الأذهان ورخصت فيه قيمة الإنسان أيها النخبة من البشر أهلا بكم وشكرا لكم والسلام.